قال دينيس مولنبرغ الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ إن الشركة تتخذ إجراءات من أجل الضمان التام لسلامة الطائرات من الطراز 737 ماكس في أعقاب حادثي تحطم. مولنبرغ أضاف أن تحديثاً برمجياً للطائرات 737 ماكس كانت الشركة قد بدأت فيه في أعقاب تحطم طائرة شركة ليون إير في شهر تشرين الأول أكتوبر في إندونيسيا سيصدر قريباً، وأن خللاً في برمجيات هذا الطراز سيتم إصلاحه فوراً.